انا لما بينزل برنامج صاحبه السعاده حقيقه ببقى لازق في الشاشه. انت بتقلبي في التراث، ويا ريت بتقلبي في التراث بس، انت بتقلبي في التراث الجميل. ولقينا فنانه فعلا بتقدم برنامج جميل تستحق لقب صاحبه السعاده. انا بشكرك جدا، انا بحبك جدا، مش بسيب لك حلقه ابدا. انا عايز وانا اعيل منك. انا عايز انت كلنا سعاده، واحنا بنشتغل على اي حاجه ليها علاقه بحضرتك وبصاحب السعاده، ومبسوطه جدا اني شفت حضرتك. الاكل ده انا باكله، بس ان انا اكله معاك. انا كان نفسي اشوفك من زمان، انت نورتي قلبي. طب اقول لك ايه بعد كل الكلام ده؟ اهلا باعزائي المشاهدين، مع الغرائب والطرائف الروائع والعجائب، انا النهارده في منتهى السعاده، وده وسام على صدري ان انا في احضان صاحبه السعاده الفنانه اسعاد يونس. نورتي. او انت صاحبة السعادة، الاثنين والثلاثاء الساعة 11 مساء على CBC.